اسمي حاتم إمام، أنا مصمم جرافيكي وفنان تشكيلي. هيدا تاني سولو معرض لإلي بصير ببيروت، اسمه ألسنة النوم، وهيدا المعرض عم بصير بمترو المدينة بالفنيو الجديد تبعه. اللي نحن بنفكر بلوحات، اللوحة الزيتية عندها تقريبا نوع من قدسية، إنه كأنه لازم توقف هي لحالها بدون أي شيء حواليها. هون بهذا المعرض عم بكسر شوي الطريقة المعتادة، وين نحن بنشوف لوحات محطوطة بغرفة بيضاء، لوحات حد بعض. هون عم نشوف كل لوحة لحالها، عم بجبر المشاهدين يكونوا بمسافة معينة من اللوحة أول ما يشوفوها، وفي صوت كمان لكل لوحة، يعني كأنه كل لوحة عندها النبض تبعها. الشغل اللي بعمله باللاندسكيب باللوحات هو دائما بيكون نوعا ما بين التجريد وبين التصوير، يعني بين انه نحن نشوف مشهد نقدر نعرف انه هو هذا الشيء مشهد حقيقي، وبذات الوقت بتجي لطخات الحبر او اللون بتكسر هذا الالوجن، بتكسر هذا التهيؤ انه نحن عم نطلع على سبيس او على مكان معين. دائما بسأل حالي ليش، أو شو هي العلاقة اللي بتربطنا نحن بالأرض من خلال تصوير المناظر أو الأماكن الطبيعية. بهذا المعرض الفرق هو إنه هيدي الأماكن أو المناظر الطبيعية هي كمان مصهور بقلبها أشكال تانية، ممكن تكون هي أجزاء من أجساد أكتر. نحن عم نطلع كأنه على مشاهد معينة بس مش واضحة شو معالمها، وكيف عقلنا نحن دايما عم بجرب إنه يلاقي معنى، يركب معنى معين للأشياء اللي ممكن تكون هي تجريدية أو فينا نعتبرها غامضة.